يعرف الملك غير واحد الحاجه، انا ما كنعرفش النفاق. شتو تحط لي السيف هنا، راه ما نافقش الملك وما نافق حتى شي واحد. الواليد ديالي لا تشاني نافقها. اذا لا نخشى بالله لومة لائم، غير نقول لك ان الى غيابك هذا عن المشهد يؤكد لنا ضمنيا على انك ما بغيتيش دير انصاف ومصالحه مع المنطقه، يؤكد لنا على انك في غياب تام على هموم الشعب. وهذه العصابه اللي جات قلتها اكررها وحذرتك في اكثر مره منها، انه كيجوج البياديق كيصفوا الحسابات ديالهم على ظهر الحراك واللي خداو من الحراك الشعبي حلبة لتصفية الحسابات. قلنا المجدي والهمة، فالوطنية تعني، فالوطنية تعنيك أولا. وكلامي موجه إلى الملك، لا نبتغي إذلالا ولا تملقا، ولكن هذه هي الصراحة. 7 شهور والحراك الشريع والملك غائب، الملك غائب، وكيجيو الربعة ديال العصابة يصحبيون يتفلاو علينا حنا. فإذا كنتم تريدون أن تجروا البلاد إلى مستنقع من الدماء فتحملوا مسؤوليتكم التاريخية، ويوم تقفون أمام الله عز وجل لتحاسبوا على الدماء التي أريقت بسبب مسؤوليتكم وبسبب تعجرفكم. ولذلك احنا عارفين ان هاد العصابة تلفة، عارفين ان هاد العصابة ما فيها والو، لذلك نخاطبك ايها الملك، نخاطبك بحكمك ملك البلاد ورئيس دولة. العصابة اللي كتواجد هنا بعدها ما تقدم، اتهمتنا بالانفصال وجات المسيرة التاريخية اللي شارك فيها 250,000. ماذا تريدون أكثر؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن نصفق للفساد؟ تريدون أن نركع لغير الله؟ تريدون؟ وفيهم من قال من طلب الصحابة الصفراء أنه يبتغي جلوس الملك، أنه يبتغي الجلوس مع الملك. ما هذه الصحافة؟ من يكون هؤلاء الرعاع الذين يتكلمون ويقولونني ما لم أقل؟ السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. إلى يومنا هذا جميع ما قاله ناصر الزفزافي، بالحرف الواحد جميع مداخلات ناصر الزفزافي إلى يومنا هذا تؤكد صحته. يعني داكشي كامل اللي كان كيقوله المناضل ناصر الزفزافي إبان أيام الحراك الشعبي في الريف، سواء المداخلات ديالو في الحسيمة، سواء المداخلات ديالو في إمزون، في بني بوعياش، في تماسينت، في الناظور، في, 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 في جميع الأماكن اللي مشى لها ناصر الزفزافي، الكلام ديالو كامل إلى يومنا هذا يؤكد الواقع صحته. ناصر الزفزافي تحدث عن فساد من يجمع الثروة بالسياسة. نحن اليوم أمام أكبر مشكل، أكبر معضلة، راه من 2011 الوقيتة ديال عباس الفاسي فيه ريف التالي ديال الولاية ديالو اللي وقع شوية اضطراب، ودارت انتخابات جديدة عقب الحركة ديال 20 فبراير ولا الأحداث تجمهورات نضالية في ديك الوقيتة إلى يومنا هذا. أما قبل يعني كنهضروا على سنوات الجمر والرصاص وما إلى غير ذلك، هذيك حالة استثنائية وبعيدة في الزمن. يعني دابا أخنوش وضع المغرب على شفا حفرة من النار. بسبب ماذا؟ بسبب عدم إلمامه بالسياسة وعدم إلمامه بحاجة، ماشي يمكن غلط هاد الهضرة هذه، يمكن ماشي إلمامه، زعما ما عارفش شنو المشاكل للمواطنين. لا، هاد السيد هذا سيد كيدير بحال واحد سيد مول الشركة.
انا مول الشركه الهدف ديالي ما على باليش العمال الا تخلصوا مزيان ولا ما تخلصوش، ما كيهمنيش. بالعكس انا خصني ندبر شي طريقه نقص لهم في السالير باش انا نجيب اكثر، نربح اكثر، لان انا عندي شركه خصني نربح. هذا هو الهدف ديالي. دونك التفكير ديال رئيس الحكومه كمدير ديال شركه ولا كرئيس ديال واحد المجموعه تجاريه معينه، الهدف ديالو هو تحقيق الربح، دونك ما غاديش يفكر. هضر على انه كاين عصابات ناصر الزفزافي، هضر على انه كاين عصابات في المغرب، اشار الى اسماء معينه. انا ما غاديش نقول لكم واش هادوك عصابه ولا ماشي عصابه، ولكن كنقول لكم بانه اشار الى انه كاين عصابات في المغرب. واش فعلا ما كاينش عصابات؟ شفتو مع الانتخابات داك التسجيل الصوتي، راني حيدته، كنت درته هنا في فلاشين، حيدته. هذاك التسجيل كيهضر له غادي نديرو ونفعلو، هذا كيفاش؟ واش هذاك الشيء ماشي عصابات؟ كيفاش كانوا كيشريو في عباد الله؟ كيفاش كانوا كيخططوا في عباد الله؟ كيديوهم للديور كيتسناو حتى تفوت المده ويكتبوا عليه جرائد على هذا الموضوع هذا، كيخطفوا مترشحين وكيخليهم حتى النهار اللي كيسميتو الاجتماع ولا نهار داك التحالفات اللي كيداروا باش يداروا المجالس، كيجيبوهم تما صافي كيقول له خصك تصوت عليا. يعني داك الشيء كامل اللي هضر عليه ناصر الزفزافي صحيح، والرسالة منين قال منين هضر مع الملك، دابا كيوجه الخطاب للملك كيقول له حنا بغينا نهضروا معاك، كيهضر مع الملك لان الملك هو اللي قادر، يعني هذا بطريقه او باخرى. ولكن دوك الناس اللي جبدهم في السوجي ما عجبهمش الحال، بقاو كيشريوها له حتى هو. لا هذا ما صالحش، هذا انفصالي، هذا خصنا نصيفطوه للسجن. علاش؟ لان الوحيد اللي ناصر الزفزافي ما تهجمش عليه هو الملك، بالعكس قال بلي ان الملك هو اللي خصو يحل لنا المشاكل ديالنا. ولكن كاين عصابات، هاد العصابات هادو ماشي الهدف ديالهم هو انه تحل المشاكل، راه الشعب كامل، الناس كاملين اللي كانوا تما، المواطنين اللي ساكنين في ديك الجهه، كلشي خرج، كلشي خرج للشارع. يعني خصك دير حل. ولكن ناصر الزفزافي ما بغاش يتواصل مع الشفاره، مع العصابات، ماشي. وقالها قال لك بلي ما بغيتش نتواصل مع الملك، زعما جرائد كتقول لك بلي ناصر الزفزافي بغى يجلس مع محمد السادس ولا لا. ناصر الزفزافي كان باغي الحلول للمشاكل الاقتصاديه اللي كيعيشها الريف ولا اللي كيعيشوها المواطنين في ديك المنطقه، ماشي بالضروره زعما الريف، لان الريف لا، النضال كان في الريف كما كاين النضال في سيدي افني، كما كاين النضال في جراده، كما كاين، لا علاقة له بالانفصال. دابا كاين معارك على المستوى الوطني، يلاه اتهموا هاد الناس هادو بالانفصاليين، ما يقدروش يتهموا هاد الناس هادو كاملين بانهم انفصاليين، ما جاياش. شنو هي الصيغة باش انك تتهم؟ ولكن ديك المنطقة علاش؟ وحتى شي ناس للأسف الشديد كانوا كيعاونوا في هاد الشيء، عن ما نعرف، عن سوء نية ولا عن حسن نية، مانيش عارف، كانوا كيساهموا في هاد، لأنهم ما فاهمينش كيفاش خصهم يناضلوا، كيفاش خصهم يدافعوا الحقوق ديالهم. وكاين عناصر معينه اللي لها الغرض ديالها كان واضح منذ البدايه، فقط تركب على الموجه بلا ما انها زعما الهدف ديالها هو انها توصل شي غايه اللي تحقق المواطنين، لا، فقط انا نبين بلي انه عندي مشروع وما الى غير ذلك. ناصر الزفزافي عفوا، ناصر الزفزافي ما محتاجش يدير طلب ديال العفو، ما محتاج. ناصر الزفزافي ماشي ضغطوا عليه خصك دير طلب العفو، هو المعتقلين اللي معاه في السجن تما في كيسميتو في طنجة، ضغطوا عليه لا خصك دير طلب العفو باش تخرج. طلب العفو ما غادي تثبت حتى شي حاجه. شنو غادي دي؟ انا بالنسبه لي انا والله الا يكتب طلب العفو، والله بالنسبه لي انا يكتب طلب العفو الملكي، بالنسبه لي انا ما فيها حتى شي حاجه. واخا يمكن هو والديه ماشي يمكن 100% ما باغينش هذا المسار، ولكن انا كنشوف ما عندي حتى شي مشكل. ولكن ما كاينش، علاش غادي تكتب طلب ديال العفو؟ علاش انا غادي ندير طلب ديال العفو وانا ما دير حتى شي حاجه ومتاكد باللي ما دير حتى شي حاجه؟ ما الناس اللي كتجي كتبقى تذوب داك الذباب الالكتروني اللي كيجي كيبقى يقول لك الجامع كيفاش، لا راه الانفصال، راه دوك الناس قالوا ما نعرف الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار العربي ولا ما نعرف، هذه غير هضره خاويه،
هذه هضره خاويه. والدليل على ما اقول هو انه كاين امثله في المغرب ديال المناضلين، واي واحد كيناضل كيتم الاعتقال ديالو بطرق. خصنا نتحاسبوا مع الناس اللي كيلفقوا هاد التهم هادو، وهذه رساله للمالك حتى هو، لانه هو اللي قادر انه يوقف هاد الناس. ما يمكنش واحد كتجي كتناضل كيلفقوا له تهم معينه صافي. في الريف انا كنهضر على داكشي اللي وقع في الريف، الناس عاود اللي وقع في جراده شاكي، يعني ما نحتاجوش انه صافي تاكدت الهضره ديالو. كانت رسائل للمالك، ماشي كاين شي وحدين اللي فهموا سبب اعتقال ناصر. هذا هو السبب في اعتقال، يعني حيت كهضر مع الملك، حيت وجه رساله مباشره الى الملك وقال له باللي انه كاين عصابات، وها علاش ما وقفناش، ها علاش ما بغيناش نتحاوروا مع دوك الناس، لانهم عصابات، لانهم هم مسؤولين على الوفاه ديال محسن فكري، ومسؤولين على الازمه اللي كتعيشها المنطقه، ازمه اقتصاديه اجتماعيه على جميع المستويات. دونك بعد هذه الرساله هذه اللي كيعتبروها، انا ما كنعتبرهاش، بالعكس انا كنعتبر بان نصر الزفزافي كان جريئا لانه يوجه الخطاب الى السيد اللي قادر انه يحل المشكل. اما الناس الاخرين فيا كما قال نصر الزفزافي يجعلون من الريف حلبه للمصارعه، كيخليو الريف حلبه للمصارعه باش يتصارعوا تما على مصالحهم الضيقه، ماشي على المصالح ديال ابناء المنطقه. دونك انا في وجهه نظري كان صحيح من وجه ديك الرساله مباشره الى رئيس الدوله، مادام وجه رساله الى رئيس الدوله ماشي كرمز، ولا راه كرئيس الدوله عنده سلطه مطلقه في جميع المجالات، في السلطه التشريعيه التنفيذيه القضائيه، فعلى المستوى الاداري، يعني جميع السلطات كاينه عنده، يعني ماشي كنهضروا. اذا كان صحيحا، ومادام الهضره اللي وجهها الى الملك ديالنا، الملك ديال المغرب، فهذا يعني ان نصر الزفزافي يجب الافراج عليه. خص الدوله تتخذ جميع الاجراءات دابا باش يتم الاطلاق السراح ديالو بدون قيد او شرط. صافي بانت الحقيقه، الناس راه دابا كتحتج على من؟ على دوك الناس اللي كان كيحتج عليهم ناصر الزفزافي. المهم الفكره ديالي نتمنى تكون واضحه، ما بقاش دابا ناصر الزفزافي خصو يبقى في السجن. علاش؟ لانها بانت الحقيقه ديال دوك الناس اللي كان وراء الاعتقال ديال ناصر الزفزافي. تحيه لكم، نتمنى الافراج الفوري، ماشي نتمنى بمنطقه ان التمني هو الشيء المستحيل الحدوث، لا، بغينا وخص ناصر الزفزافي يخرج، وخص الملك محمد السادس خص هو يدخل على الخط باش انه يتم الافراج عليه، لانه كاين احداث مماثله ديال ناس ديال معتقلين سياسيين اللي تم الافراج عليهم بعفو ملكي. لا اقول زعما عفو ملكي رحمه ولا شي حاجه، لا، ولكن لان الملك غادي يشوف لان ناصر الزفزافي ما دار حتى شي حاجه، وخصو يتم الافراج عليه، ما محتاش عاد نبتزوه، جيب طلب العفو عاد نعطيك، بلا هاد. وتحيه نضاليه عاليه، والى فرصه مقبله باذن الله، والى اللقاء.